السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن. أتمنى أن تكون إن شاء الله المحاضرات تكون فاتت اللي تكون مفيدة واستفدتوا بها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين. إحنا النهاردة نعتبر إحنا مخلصين جزء نظري كبير جدا. فاضل بس اللي هو الإيه، إن إحنا نطبق على الحاجة الكلام ده والحاجات دي كلها. بيتهيألي التطبيق والعملي والحاجات دي بتاخد وقت طويل جدا، لان انا مثلا في مره ممكن تقعد 6 اشهر، مثلا 6 اشهر سنه في المواضيع ده. هي لان طبعا انا بقول كده ليه، عشان ما تقلقش، لان دايما بتقابلنا مشاكل كتير جدا في التشغيل او في التطبيق. يعني ازاي مثلا اللايرز، ادي احنا بنتكلم على الستايل اهو، مثلا ادي اللي قدامنا دلوقتي التكست ستايل. لو طلعنا شويه فوق هنطلع بس في الهيدر بس بتاعنا فوق، السيرفر ارينجنج ده هتلاقي مثلا الاي تي بيقعد يظبط فيه مثلا مده، لانه في تظبيطات احنا مش عام، يعني هو بيبقى ظابط بيظبطها وبعدين تحط ترجع الفايلات في مكانها وبتاع. ده ممكن نقول مش هياخد وقت، ولكن درونج سيت اورجانيزيشن طبعا عشان تعرف الناس او تظبط الناس على سيستم معين تبتدي تغيرهم عليه، فانت بتضطر تغير واحده واحده، وهتلاقي ما هتلاقي ايه، هتلاقي معارضه. طبعا انت لازم تتوقع الحته دي، لانه دايما احنا عرفنا على كده، الجديد دايما بيبقى ايه، بيبقى مرفوض شويه او معارض شويه، ولكن مع الوقت لما يشوفوا الحكايه ان هي منظمه وسهله وبسيطه هتلاقيهم ابتدوا يتقبلوا الموضوع. بالعكس ابتدوا يحاولوا يطوروا، ان ما كانوش هيطوروا هيساعدوك ان هم يطبقوا اللي انت عايزه. البروجكت 3 مثلا هم متعودين مثلا على نظام فايلنج معين، انت بتغير الفايلنج فهتبقى هتاخد وقت شويه قبل ما يتعودوا الحاجات دي كلها. الفايل نيمنج لما يلاقي، على فكره لما يبتدوا النظام الفايل نيمنج ده المظبوط هتبقى سهله جدا وهتبقى بسيطه جدا، فهم هيحبوها بعد كده. واللاير ستاندر طبعا عشان يحول، لان طبعا متعود على لير معين، سيستم لير معين عشان يعمل لير جديد، فدي هتلاقيها ايه بالنسبه له سهله صعبه. البلوكات نفس المبدا. طب البلوكات بقى هي فيها ايه دلوقتي؟ هي فيها تركه بسيطه كده، ازاي ننزلها ازاي ننزلها للناس ويستعملوها ازاي. طبعا هي ديت بس ايه، هي دي فيها تركه كده اللي هي السيستم دهوت. فطبعا اللي هو انا عامله كشاف دلوقتي، هقول له مثلا ايه، في المعماري نزل الانوتيشن بلوكس، وفي الاركتكتشرال بلوكس البلوكات المعماري، وفي اللايرز المعماري. هو السيستم ده يا جماعه انا بعمله، فلو حد عايزه بالطريقه دي انا هعمله له ومجاني، اذا كان باسم صفه شخصيه او بمكتب. فده بس يديني التفاصيل بتاعته. ثواني بس مش شايف في ايه. وعليكم السلام. طب وعليكم السلام. فيديني التفاصيل بس اللي هو عايز يحطها، اسم المكان، اسم الاسم هنا ايه بدل الكشاف، عايز يحط ايه والتفاصيل دي. طيب هو ده بيتعمل ازاي؟ انا طبعا هقوله بطريقه سريعه لانه التدريب عليه مش صعب. يعني هنقول مثلا هنفتح، عايزين نزود حاجه جديده، هنقول سي يو اي. سي يو اي تمام، هيفتح معانا الشاشه دي. هنيجي هنا هنعمل الكشاف اهو، بندخل على القائمه دي. طبعا سي يو اي ده كان القديم، دلوقتي بقى سي يو اي اكس، من اول 14 تقريبا بقى سي يو اي اكس. دي التول بتاعتنا دي كلها هي اللي بنشتغل، اذا كان في منيو، اذا كان في تول بار، اذا كان في ريبون. تمام يا جماعه، طرق الادخال لامر الاوتوكاد بيدخل بكام طريقه، تعال نشوف. يا اما بتول بار اللي هي دي، بنعمل رايت كليك هنا هنلاقي كشاف هنا اهو، هنلاقي التولز اهي، فنلاقي مثلا بلوكس موجوده اهي، دي طريقه ادخال. في طريقه ادخال اللي هي من هنا، ادي نفس البلوكس دهيت، هنلاقيها موجوده هنا خلاص اهي. بلوكس هي دي برضه، او في الريبون لو جينا نجيب الريبون هنلاقي الريبون موجوده برضو هنا في الريبون. نجيب الريبون اللي هي درافتك انوتيشن،
هنلاقي الريبون موجودة هنا برضو، الكشافة اهي مبسوط. فهي لما نيجي نشوفها هنلاقي الحكم في الطريقة الرابعة بقى اللي هي الكيبورد، الأمر اللي في الكيبورد دي برضو نفس الحكاية موجودة، هتشتغل بيها برضو هي موجودة. فكده الأربع حاجات لازم بطرق إدخال الأوتوكاد، الأربع حاجات لازم نبص عليهم ولازم ندي لليوزر، لأن في كل يوزر بيتعامل بطريقة معينة، فأنا هدي لكل يوزر الطريقة بتاعته. أهي الدروينج أهي، والتكست أنوتيشن بلوكس. طب لو جينا نفتح مثلا هنا يا جماعة، دي بتظهر كل شوية، ممكن أخفيها يا جماعة. أهي كويس كده. هنيجي نشوف الحاجات دي كلها هنلاقيها في التولز بتاعتنا أو التول بار بتاعتنا، هم موجودين هم. الكيبورد بقى هتلاقي الثلاث حروف دول هم اللي مظبوطين معانا. فدايما حاول تدخل بالاربع طرق عشان اليوزر ما يتحول ما يختلفش فيها. انا دايما بعمل حسابي، انا كستاندرد بعمل حسابي لكل لاقل مستوى في اليوزر، اقل فكر بحطه وكل الافكار بحطها، مش افكار ايدياز، لا افكار ثينكينج اللي هي فكر واحد معين فانا بحطه. ماشي يا جماعه تمام كده. طيب عايز اعمل دي، هنكتب سي يو اي اهو، وارجع هنا اختار اللي انا شغال عليها. طب عايزين نعمل واحده جديده، ايه رايكم؟ هنعمل ترانسفير اهي، هنعمل ايه رايكم نعمل لمين اول واحد في القائمه؟ نشوف اول واحد موجود مين في البارتيسيبيت اهو. انا هعمل لي انا في احمد حسين، احمد حسين وسط، لا مش عايزين وسط، عبد الرحمن الحسين ابو بكر احمد عبد الر... اسمه في عفين غير الهوست اهو، عمر سليم، دكتور ابراهيم عطيه برضه، عبد الرحمن حسيني، هنجيب الحسين تمام كده يا جماعه. ده ايه هو اول اسم، فاهم يعني؟ طبعا بينكو هوست كلهم، فاحنا ايه هندخل على الحسين بقى اول واحد قدر وكده. طبعا حضراتكم كلكم بلا استثناء اللي عايز منها يقول لي انا هعملها له، بس احنا هنشوف ازاي بنعملها دلوقتي تمام يا جماعه. طيب هنعمل ايه؟ هنخش على على الكاستم هنا، اللي هو العادي الكود العادي، هنقفلها من تاني ونفتح من تاني اهو سي يو اي تمام. نخش على الاوتوكاد العادي جدا، هنعمل منيو جديده نقول له نيو منيو، اسمها ايه؟ اسمها حسين. ده حسين، نسميها حسين تولز. دي بنحط فيها اي امر دلوقتي هنلاقيها ابتدت ايه؟ سحبها من هنا واروح حاططها، بص مقفوله مقفوله مقفوله، هتفتح هنا اهي، اروح سايبها هنا منيو مع المنيو هنا، وهقول له نمسحها بقى من هنا خلاص لان احنا مش عايزينها. يس، وده هو هنقول له سيف، هيقول لي احفظها فين. طبعا عن تجارب احسن حاجه انك تعمل على السي فولدر جديد، نعمل فولدر جديد لواحد اسمه حسيني، نيو فولدر فين تمام. طبعا انا بفكر شويه اعلى، فهحط فولدر للاوتوكاد. في لو برامج تانية عايز اعملها ستاندرد بحطها هنا، انا بعمل كفكر شركه دلوقتي تمام. فانا هحط ستاندرد هنا، هعمل هنا السبورت بتاعي، شغلت السبورت افتحه احط جواه سي يو اي مين، سي يو اي مين تمام. جواها هنا بقى هسمي حسين، حسين كده صح؟ وراح فين حسين؟ حسين
حسيني موجود؟ المهندس حسيني موجود؟ لو موجود بس يرفع ايده ريز، بس يرفع يقول لو موجود ريز هاندز، اقول له سيف. كده اتعملت هي يا جماعه، هنا اهي مهندس حسيني موجوده هنا وفيها جوده اهي، اقول له ابلاي. اوكي كده اتكونت واتشالت من هنا خلاص. كده يا جماعه انا وصل لحد هنا، هروح اكتب منيو لود، هاجي في القايمه دي هروح براوز. خلي بالك بقى القايمه دي حساسه، لان هنا الاكاد هو الرئيسي ده اللي متحمل، لو اتشال هتبقى مشكله شويه فيه. تمام، هندوس على الزرار نخلينا متاكدين ان احنا نمشي بالراحه. هنفتح ونخرج على السي. حسيني اوتوكاد سبورت منيو اوكي لو اهي ظهرت هنا عندنا اهي. تمام، اقول له خلاص كلوز موجود، وهي موجوده معانا اهي. طيب عايز احمل فيها الاثبات كده يا جماعه، يعني بس ممكن باشمهندس بس تفتح لنا الصوت للناس تتابع معانا، عشان الحسيني موجود اهو. يا باشمهندس حسيني كده موجود؟ تمام، الصوت مفتوح يا باشمهندس، اي حد ممكن يفتح المايك. طيب لو سمحتوا اللي عايز يعني تفتحوا المايك، ولو حد عايز يتكلم يتفضل يعني. طيب كده وصلنا اهو لان احنا حطينا دي، هنقول له سي يو اي بقى. كده الشغل بتاعنا ابتدى يبقى ايه، سي يو اي اهو. نقول له نيجي بقى هنلاقي الحسين اهي سي يو اي اكس، والتورز بار هنا موجوده معانا وكل حاجه. متفقين كده يا جماعه؟ تمام لحد دلوقتي، بسيط لغايه هنا. عايزين نحمل الاثبات اهو، شايفين خانه اللزب؟ استنى نشغل الفوكس بس. بوينتر بوينتر فوكس. الليزب اهو على الجنب اهو، الليزب اهو. تمام، اروح ادي سلايد كليك عليه واقول له لود. شوف انا نفس الترتيب انا بعمله اهو، الاسم اهو ماشي شغال لغايه الليزب. فانا اخش برضو نفس الحكايه، اخش على حسيني كات سبورت، جنب دي بقى احط هنا ايه فولدر اسمه ليزب، الاسباب بتاعتي احطها هنا. طيب احط الاسباب بتاعتنا بقى الاول، نجرب نجيب الكشاف. اقول له بيست، ادي حطينا هنا الاثبات كلها. هنيجي بقى هنا نبص هنلاقي كل الاثبات جت، فممكن نحمل الاثبات. هنقول مثلا في شيء في نسبه اساسي يا جماعه يكون عندكم اسمه دي جي ان، ده ديليت دي جي ان ده لازم يتحمل اساسي. طب ايه الفرق بين هنا وابلكيشن لود؟ الاثنين واحد، بس ده بيتحمل مع المنيو والثاني بيتحمل اوتوكاد على طول. تمام، والثاني بتحول قبل ده، لانه بتحول طبعا الاوتوكاد بيحمل الاساسي بتاعه الاول، وبعد كده بيحمل التولز اللي قبل التولز المحطوطه بعد كده. تمام كده يا جماعه لغايه هنا؟ حد معترض او حد كله تمام وكله واصل لغايه الفكره لغايه هنا؟ انا شايف ان كله موافق. انا مش عارف النقطه دي معناها ايه. باشمهندس حسيني انت حضرتك كده تمام؟ لغايه هنا كمان حاجتك مظبوطه لغايه تمام كده؟ تمام مهندس عماد حسام. طيب بحط هنا بقى الاثبات، فهنيجي بقى نحمل الليزب تاني، نقول له لود ليزب الاين تكست اديشنال بار. لا في لو حد ينشا هنا الليزب ده هيفيده قوي.
ده بيضيف الاديشنال بار على الفتحات. فهنجربه مثلا كده ونقول له اوبن وهنحمله هنا. طب عايزين نحمله هنا هنعمل نيو كوماند اهو، هتلاقي ظهرت الداتا بتاعته هنا اهي، هسميه اديشنال بار. ديسكريبشن المخرج بتاعه ايه؟ اديشنال بار. طبعا هجيبه ازاي؟ طيب نعرف ازاي في الليست بنعرف نجيبه اهو. هنفتح اي لزب، اي لزب عندنا عايزين نعرف الامر بتاعه ايه. هنفتح اللزب وندور على كده على دي سي نقطتين في بعض اللي هي دي هنعمل بحث عليها اللي هي دي سي نقطتين في بعض اهي. اللي بعديها ده هو الكوماند بتاع الايه بتاع اللزب. ممكن يكون في كوماند واحد او اثنين او ثلاثه او اكتر حسب. فانا هنا اسمه اي دي بي، راح اجي احط اختصار اي دي بي هنا انا عايز اعمله ايه اسمه هنا ايه اي دي بي اهو. نخليها بس كابيتال عشان يبقى ايه باينه اي دي بي. طيب هنا في قبلها اللي هي فوق دي سي دي، الاثنين دول معناها ايه؟ معناها سكيب، نفس زرار السكيب بالظبط هو 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 ده. يعني لو جبنا كيبورد كده مش عارف كود فين، بس يعني انت لو جبت كيبورد زرار الاسكيب اللي هو فوق على الشمال اول اللي هو اسمه اي اس سي هو ده، دي بتساوي اي اس سي اللي هي الاسكيب بتاع الكيبورد بالظبط. فانا بطلع بقول له اطلع من اي امر عندك عشان بدي، لو شلتهم هكمل جوه اي امر هتلاقيه شغال، ممكن يعمل لك كونفليكت، ممكن يبوظ لك شغلك. فهنعمل له هي دي كده، دي بنسيبها زي ما هي، تبقى موجوده بنسيبها زي ما هي. ادي الاي دي بي اهو تمام كده. في سمول ايمج دي الصوره اللي بتبان، فبقول له هنا بدوس هنا لو عندي صور موجوده بعملها ماشي. ده مفيش صور موجوده، واروح منزل دي شويه كده هلاقي الشغل بتاعنا هنا اهو. راح فين؟ فين واحده نيو بقى، المفروض النيو هنا. طيب بدوس على اي واحده من دول هتلاقيها ظهرت اسمها، ونعمل ايديت عليها. نعمل اول ايه اكسبورت الاول، تتسمى اديشنال بار، هنسميها اديشنال بار ونشيلها معانا في الفولدر بتاعنا عشان يعرف يقراها كويس. السبورت هنا هنعمله في فولدر اسمه ايكون. تمام هنسيبها هنا جوه الفولدر، نقول له ايه اوكي. طبعا هنكتب اللي احنا عايزينه اديشنال كلير اهي، نقول له ايه. طبعا ايه اللي عايز يحط صوره معانا او اديشنال بار. طبعا بكتب بسرعه عشان بس الوقت، فاحنا طبعا بتقعد تظبطها وكل حاجه، تقول له سيف تمام اديشنال بار برضه، تقول له اوكي كلوز اهي ظهرت اهي، وهتلاقيها تحت موجوده عندك 1 2 3 اديشنال بار دهيت اهي، هتلاقيها مكتوبه هنا اهي كمان، وتقول له ابلاي اوكي ظبط معانا. دي نشوف كده انت حسني، بيقول لك لود، هتقول له لود اوكي. اللازم الثاني يقول لك اه لود اوكي تمام. ندخل هنا نقول له اهو احنا ما حملناهاش سي يو اي ما ظهرتش ليه بقى؟ تعال نشوف بقى في ايه. هنفتح الحسيني، نفتح هنا حسين اهي، ونفتح هنلاقي الامر هنا اهو. هنروح ساحبينه من هنا نحطه فين؟ نحطه جوه الحسيني. شايف السهم اللي ظهر ده كده؟ في خط باين يعني بعديها هنا جواها يعني جوه الحسيني تمام كده يا جماعه. ادي ظهرت هنا. عايزين نعمل تول بار، ده المنيو خلاص التول بار فيه اهو. رايت كليك نيو تول بار تحتيها اهو، هنسميه مثلا اديشنال بار ده ستراكشر، نقول له ندوس في اي حته كده، ندوس عليه تاني ماشي. نجيب الامر ده برضو نحطه، هنلاقيه نحطه فيه جواه اهو، ظهر السهم اهو بتاعنا اهو صح تمام كده. يبقى اديشنال بار هنا واديشنال بار هنا اهو. طبعا الريبون هنعمل بانل جديده نيو بانل نسميها ستراكشر، نقول له اوكي. ظهر فيها رو 1 اهي
البانل ديالوج سيبك منها، الرو اهي هنحط فيها اللي هي ده اسمه رو 1 السطر الاولاني اهو، السطر الثاني اهو 2 رو 3. لو انت عايز الرو الثاني هتعمل رايت كليك وتقول له نيو رول نيو رو ويعمل لك، بس طبعا مش هتبان دلوقتي عشان هنعمل واحده ثانيه، بس طبعا بتبان تحت اهي، تروح ساحبها فوق هنا كده بس عشان فاضي طبعا مش عايز يشتغل معاها، لازم تتملي اهي ظهرت فوق كمان اهي. تمام، نعمل فيها اللاين دي ونشوف هتظهر عامله ازاي، ادي روت اهي. تمام كده يا جماعه خلصناها، هنيجي نقول له ابلاي، هنلاقي ظهر في التابس هنا لوحدها، هتظهر لوحدها. بس طبعا مش عارف الاوتوكاد عندي، بس مش عارف زعامل ريبون شكله زعامل ريبون ولا حاجه، هتلاقيها ظهرت في التابس هنا اهي، نروح واخدينها زي ما موجود، هي هتظهر لوحدها هنا لما نقول له بس. بس انا عندي مش عارف، بس عندي وزع من الريبون مش عارف زعل ليه. تمام كده يا جماعه، هي دي المرحله بتاعت التجميع دي. بقى واحد بقى عايز يعمل تولز جديده، عايز يعمل اهي شوف ظهر ازاي يا جماعه اثنين اهم، اديشن بار اهي ودي كده، عايز اعمل منيو جديده جواها هكتب سي يو اي واكتب سب منيو، هروح داخل برضه على حسين بتاعتي واخش على المنيو اهي حسين المنيو اهو، هعمل رايت كليك اقول له هعمل له حساب جديد اهو جوه حسين، اروح داخل جوه الاديشن 3 دي اهي جواها طبعا. اي حاجه جديده مش هتبان الا لما احط جواها امر من الاوامر، يعني 3 دي الاين هنقول هو تكست مثلا نحطه جواه عشان يظهر معانا، نقول له ابلاي اقول لك ايه سب منيو تكست ويل نوت ديسبلاي بيكوز ات از امتي، هي فاضيه مش هتظهر. تمام نفس الحكايه التول بار هنا هتعمله نفس التول بار وهكذا، متفقين كده يا جماعه؟ طيب دي يعتبر كده بقى ايه نهايه ال، طبعا دي بقى دي كده يعتبر النهايه بتاعت الموضوع، طبعا نهايه النظري. نهايه العملي بقى، العملي بقى لما تحضر طبعا هتلاقي الحاجات تدخل معاك في العمل عامه، الشغل كتير اللايرز والبلوكات مثلا، البلوكات تاخد وقت طويل جدا في التشغيل بتاعها عشان تحضرها، والانسيرشن بوينت بتاعتها فين، والاتريبيوت بتاعتها والنيمنج بتاعها والترتيب بتاعها والحاجات دي كلها، هو ده اللي بياخد وقت. فاهم حاجه ما تقلقش من الموضوع ان هي تاخد وقت طويل، ولكن هي هتبقى سهله ان شاء الله. في اي اسئله لغايه المرحله دي كده؟ شات اهو ايوه عليكم السلام. تمام تمام هندسه نفذ دي جي ان. تمام يا هندسه تمام يا استاذ حسن. تمام 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 الدي جي ان هو ايه؟ في بعض الملفات بيكون فيها الهاتش، فالهاتش بيعمل خطوط زياده في اللوحه، فبيعمل ديكشنري جديده في اللوحه وبيسميها دي جي ان. تمام فدي خطوط، فبيقعد ممكن تعمل ملتيبليكيشن ليها، ممكن تعمل تكرار للتكرار تكرار نفسها، فتلاقي ملف ممكن يوصل معاك ل 20 ميجا، وتيجي تبص الاوبجكتس اللي فيه تفتح اللايرز كلها وتعمل بيرج وكل حاجه، الاوبجكت ما فيش. انت ممكن تمسح كل حاجه فيه وتيجي تعمله بيرج برده ما فيش حاجه، فتلاقي ملف كبير قوي وعمال يكبر، يعني انت عمال يكبر كل ما تفتحه تقفله تلاقي مثلا زاد ميجا 2 ميجا. مره واحد جاب لي ملف حوالي حاجه و30 ميجا. حاجه 30 ميجا تقريبا. قال لي سيف، رحت قايل له سيف بس كده. بقى حوالي ميجا وشويه. فطبعا ده بيعمل حساب ان الملفات دي لو فيها عيب بيصلحها. هو ده الدي جي ان. تمام كده يا استاذ محمد؟ باشمهندس محمد. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام تمام شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس. طب في اسئله ثانيه يا جماعه؟
بالنسبه لي انا في بعض الاثبات بعملها وبعملها شرح على الصفحه بتاعتي، فاللي مشترك في الصفحه هيخش يشوف الشرح، هيلاقي اللي جنب تحت الشرح في الموضوع تحت سبجكت هيلاقي فيه اللينك بتاع الليزب. فاي حد مشكورا، محتاج اي حاجه تانية انا حاضر في اي وقت، انا حاضر يبعت لي. طبعا موجوده الجروب، موجوده الجروب على التليجرام وعلى الواتس موجوده، والتليفون بتاعي موجود طبعا عشان الواتساب، لو المجموعه حصل لها حاجه لا قدر الله الواتساب بتاعي موجود والرقم ده موجود وكل حاجه. فاي حد يا جماعه اذا سمحتوا لا تتردد، دونت هيسيتيت، لا تتردد انك تتصل. لانك في نقطه بس انا مقتنع بيها، حضرتك لما تتصل بيه عشان تسالني على حاجه انت كده بتساعدني انا، فيعني انا ما بقلقش من اي حاجه وما بقلقش من اي سؤال في اي وقت. تمام كده يا جماعه، انا موجود والايميل بتاعي موجود والواتساب موجود. جزاك الله خير يا باشمهندس تامر. وطبعا في بعض الناس هنا موجودين كانوا عارفيني وعارفين ان انا بعمل الحاجات دي ابتغاء مرضات الله، فاتمنى بس تساعدوني ان انا اكمل في المشوار بتاعي ان انا ابتغاء مرضات الله، وتسالوني في اي حاجه انتوا عايزينها. مع الراجل ده قلت لو اللي بيحب الاثبات يخش على الموقع ده ليه ماك، راجل مبرمج وكويس جدا بيقدم حاجات كتير كويسه. وهنا بقى تلاقي الاس ديفرنس اه اس اس جيت اهي. ايوه يا باشمهندس رزق، ده شرح للاس اس جيت كويس جدا، هتلاقيه اهو حتى اسمه هتلاقيه اس اس جيت برضه ليه ماك اس اس جيت. فهتلاقي في حاجات هتعجبك جدا الفانكشن بتاعت الاس اس جديد والشرح ليه كويس قوي. تمام كده يا جماعه، استخدام افكتيف بلوك نيم. ما احنا بعت لحضرتك الحكايه دي بتاعت افكتيف بلوك نيم، انا بعتها لك وبعت لك صوره ليها ومكانها وازاي تستخدمها. حبيبي حاضر، هي لازم تحول البلوك، انت ما عندك البلوك موجود تمام، بتحوله لفي ال اي اللي هو بال، انت كتبتها لي اصلا ما انت اما حضرتك كتبتها لي بعت لي السطر بتاعها اللي هو ازاي تحول من بلوك من بلوك عادي لبلوك. يا جماعه الليزب على فكره في ليزب وفي فيجوال ليزب، بيستعملوا بعض الاوامر في فيجوال بيزك، فالفيجوال بيزك بيسموها في ال في ال اللي هي فيجوال ليزب، فيجوال بيزك ليزب. فالليزب او بمعنى صح انت كده اس اس جيت بتحاول بتعمل ايه، بتعمل عمليه تجميع للبلوكات، وبعدين باخد بلوك بلوك منهم اعدل عليه، فلازم يتحول ل في ال الاول وتبعت لي السطر بتاع التحويل، فهو دوت عشان كده سكت في حكايه البلوك نيم دي بتاعت تعديل البلوك. فهشوفها لك حاضر واعملها حاضر. يا جماعه تمام كده، في حاجه تانية يا جماعه؟ على فكره هي الافكتيف نيم والحاجات دي هي الحكايه مش موضوع سهل، يعني انت ما تقلقش ان انت ما فهمتوش، لا هو انا برضو تعذبت عليها قبل ما افهم الفي ال ايه والحاجات دي كلها، الفيجوال ليزب والحاجات دي كلها، هي لا هي مزعجه فعلا والتعامل معاها مش حلو مش ظريف، بس عشان بنضطر ندخلها في بعض الحاجات عشان مش موجوده في البلوكات في الاستعمال العادي اللي هو الفانيلا. ماشي يا جماعه؟ طيب في اسئله تانية موجوده؟ جزاكم الله خيرا، واللي محتاج المره الجايه يبعت على المجموعه ويبعت على الجروب او يبعت لي على الخاص، وان شاء الله نعمل واحده تانية مجموعه تانية ونشوفها. ماشي يا جماعه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.